أحسن الله إليك سماحة الوالد. يقول السائل: هل الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، وهل هما موجودتان الآن؟ والله ما له داعي للسؤال هذا، لكن الجنة والنار مخلوقتان. قال تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وقال: في النار أعدت للكافرين. ومعنى أعدت أنها موجودة. وفي الحديث أن الصحابة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة، يعني شيء سقط له صوت، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 سنة، فالآن وصل إلى قعرها. هذا دليل على أنها موجودة. وكذلك الجنة موجودة ومخلوقة. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم، وما يجده الناس من يعني من الحر في الصيف ومن البرد في الشتاء نفسان من أنفاس جهنم، دل على أنها موجودة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وفي الحديث أن الميت إذا وضع في قبره وجاءه الملكان فإذا أجاب بجواب صحيح فتح له باب إلى الجنة وأتاه من روحها وطيبها، وإذا لم يستطع الجواب يفتح له باب إلى النار ويأتيه من سمومها وعذابها. هذا دليل على أن الجنة والنار موجودتان، والله على كل شيء قدير. نعم.